معكن على الهواء ودايما عبر شاشة نيو تي في. وهلأ سوا نحن وياكن منتابع بلقاءاتنا المباشرة من الاستوديو. نستقبل هلأ باستوديوهاتنا دكتور جوزيف مجدلاني. أهلا وسهلا فيك باستوديو نيو تي في. حضرتك مؤسس مركز الإيزوتوريك بلبنان والعالم العربي. هالعلم علم الإيزوتوريك علم جديد، مع أنه حضرتك بتقول بكتابك هو العلم الأول على الأرض. هالعالم يمكن مش كتير معروف من الناس، وإذا بدنا نعرف الناس عليه أكتر لازم يكون ناس مثل حضرتك لحتى يخبرونا عنه أكتر. هلأ كيف فيك تعرفنا على علم الإيزوتوريك؟ علم الإيزوتوريك كان محصور بالزمن القديم على الخاصة من البشر، يعني من طبقة الملوك والأعيان والنبلاء والخاصة، لأنه كانوا يعتبروا الولوج إلى داخل النفس البشرية وفي الفضاء والكون أشياء مقدسة لا يفهمها الشخص العادي عامة الشعب. يعني ما كانوا ينزلوها لمستوى العامي لأنه يساء استعمالها المعرفة. الإيزوتريك ابتدأ كمعرفة وأصبح علما، وكان علما سابقا، علما بمعنى ما يقوله الإيزوتريك يستطيع أن يطبقه الشخص عمليا تطبيقيا ممارسة، يعني يعني العلم هو في الممارسة، والإيزوتريك لما يقول علم إنه يمارس بهالمنطلق صار علم. بالزمن القديم كان محصور مثل ما تكلمنا عن النبلاء والأعيان، بالزمن الجديد انفتح. الإيزوتريك يعني موجود، الإيزوتريك موجود منذ وجود الإنسان على الأرض، أو منذ ابتدأ العقل يعمل في الإنسان موجود، لأنه هو زاد الإنسان لرحلة الحياتية أو المحجة الكونية، اعرف نفسك اللي قالوها الفلاسفة اليونان. بمعنى الإيزوتريك قدم، كان الوحيد من 2500 سنة لما طلعت مقولة اعرف نفسك، قدم التقنية العملية لأعرف نفسك. يعني الإيزوتريك مثل ما الطبيب عنده بيعرف الجسم البشري وقضايا الأعضاء فيه ومكانهم ومرضهم اللي بيقدر يعرف فيهم طبعا ومرضهم، الإيزوتريك بيعرف في المكونات الداخلية الخفية في الإنسان التي هي الحقيقة فيما الجسم البشري هو الواقع. عم نحكي هون عن النفس البشرية، يعني أبعد من النفس. النفس، كلمة النفس البشرية، النفس البشرية بعدهم عم بحاولوا يكتشفوا فيها. الإيزوتريك بقول في نفس وفي ذات. الذات تختلف عن النفس. مثلا لما يقولوا علم الذات تختلف عن علم النفس. علم النفس الأمراض النفسية وشؤون الإيجابيات والسلبيات والكوابت في الإنسان والعقد النفسية. علم الذات هو العلم الراقي السامي الذي يؤهل الإنسان أن يعرف محتويات ذاته الحقيقية. يعني الذات هي الحقيقة في الإنسان كما قال يونغ، أو السورموا وصفوها بالفرنسي السورموا أو الإيجو، والنفس هي الموا الأنا. الذات هي الأنا العليا أو الأنا المثالية، حيث المثاليات في الإنسان التي يطمح للوصول إليها. فيما النفس هي كل الحياة البشرية على الأرض. يعني بمعنى الإيزوتريك يعرف الناس إلى البشري فيهم وإلى الإنساني فيهم أيضا. يعني لما نرتفع لمستوى الذات صرنا إنسانيين، لما نبقى بحدود النفس بقينا بشريين. لأنه علم النفس ككل، إذا كان تحليل نفسي أو تطبيب أو علم نفس، لا يرتفع إلى الإنسانية في الإنسان، يرتفع يعالج أمور الإنسان، بس استنادا للمبادئ الإنسانية. استنادا للمبادئ الإنسانية هل معارف بينية، سمى اسم السورموا الأنا العليا أو الأنا الكلية، حطوها في مثاليات عنده الإنسان إيه، بس ما في طريق للوصول إلى هذه المثاليات في علم النفس. السلوك والمناقب والأخلاق الحميدة وهالإشياء هيدي قد ايه بتوصل قد ايه ما بتوصل. اللي بننظر على الأرض بنشوف إنه الأمراض النفسية منتشرة أكثر من المثاليات بين الناس.
وإذا هلأ فينا نختصر لكن بكلمة صغيرة جدا، إنه علم الإزوتريك هو علم تعريف الإنسان على الذات يلي حضرتك عم تحكي عنه، وفي إلى أسلوب عملي كمان مثل ما فسرت لنا ببداية الحديث. أي. إذا بنحكي شوي أكثر عن المبادئ الأساسية لعلم الإزوتريك، وشو هي الطريقة العملية يلي حضرتك عم تقول عنها؟ علم الإزوتريك مثل ما فسرته بعد بده تفسير، كتبت 25 كتاب بعد ما قادر فسره كله، مش بس الذات والنفس والإنسان، يدخل في مكونات خفية لا مجهولة في الإنسان من منطلق الوعي الكلي في الإنسان. هذا الوعي قد ايه الإنسان عم بيشتغل فيه وقد ايه باقي لا وعي فيه، قد ايه باقي لا وعي. هل المساحة لا واعية فيه بيعرفوا عليها الإزوتريك، بس مش بس بالإنسان، بيعرفوا إياها وعلاقتها في الطبيعة والحياة وحتى في الفضاء الخارجي، لأن الإنسان مش بس جسد ولا نفس ولا عقل، هناك أشياء كثيرة يتعرف إليها الإنسان عبر مسيرته الجسدية. الجسد ضروري، مش قضية تصوف، لا، قضية فهم ووعي. لما سموا الإزوتريك علم الوعي لأنه مهمته يكشف الوعي للإنسان، أو يقدمه لكل إنسان يكشف وعيه فيه. مبادئ الإزوتريك تقوم على أساس الاستقامة في العمل، لأنه تتوصل إلى وعي الذات في الإنسان، للمكونات الخفية هو الإنسان الحقيقي، والإنسان الحقيقي ما بيتحمل زغل، ما بيتحمل زيف، ما فينا نوصل له. فإذا هل الإنسان أو الذات المثالية اللي كمان ذكرت حضرتك؟ نعم، لأنه موجود يعني وقت بنوصل للمثاليات وما بعود في ولا أي شائبة بحياتنا. لا مش هيك بس، لكن الشوائب تبقى، بس ما معناته لما نقيم الشوائب نوصل، بقدر ما نقيم بقدر ما بنرتفع. بقدر ما نقيم بقدر ما بنرتفع، ما معناته نظف كل شيء طلعت فوق دغري، لا. يعني كل ما يقيم الإنسان سلبية بيكتسب إيجابية يرتفع، كل ما يقيم سلبية بيكتسب إيجابية يرتفع، بنهاية ارتفاعه بوصل لكوامن الذات، مش للذات فقط، كوامن الذات، وبيكتشف شو فيه. يعني إذا أخذنا الإبداع، الإبداع في العمل، العبقرية، النبوة، مقر في الذات، يعني بتوصل الإنسان أن يصبح مبدعا، أن يصبح عبقريا حتى. هالإشياء كلها سوا موجودة في الإنسان. فإذا كيف بصير؟ هيدا الطريق اللي بقدمها الإزوتريك، على شرط مع علاقة كل الإنسان، مع علاقة الإنسان بكل ما حوله. يعني الإزوتريك يبدأ من الذرة وينتهي في الكون ككل. محور الإنسان. نعم. محور الإنسان. نعم. محور معرفة الإنسان لذاته، للاستقامة اللي كمان حضرتك عم تحكي عنها. لا بالاستقامة، لأنه لما ندخل مدرسة أو جامعة إذا ما كنا مستقيمين في الدروس نسقط. صح. مش استقامة بمعناها الديني. أو بمعناها الثاني والثالث، لا، بدك شيء بدك تسعى له صدق. هيدا المقصود بالاستقامة. مش قضية تصوف، مش قضية دينية، يعني ما تفكر شيء وتقول شيء وتعمل شيء. يعني بتسكر الطرقات عليه. اللي قادر تفكره هو تعمله هو تقوله، هاي استقامة. حضرتك عم بتقول انه ما له علاقة بالدين، يعني علم قائم بذاته ما له علاقة بأي دين كان. علم الوعي مثل أدب عربي، فيزياء، كيمياء، علم الوعي الإنساني الكامن في داخل كل واحد. والإنسان مصرح يعرف الوعي فيه، والإنسان قبل المذاهب والأديان والمعتقدات الإنسان موجود. فإذا لما نعرف الإنسان على نفسه عم بتقرب لدينه، لأنه عندنا طلاب من كافة المذاهب والأديان. نعم. إيه ما إنه دخل بالدين، عم نعرفه على نفسه. لما يتعلم الصدق والاستقامة روح الدين، لما يتعلم المحبة كل الأديان تبشر بالمحبة، بس المحبة العملية الفعلة التطبيقية في أعماله الحياتية، مش بس محبة الصلاة بس، أو بالصلاة وتكون حياته بالشكل، لا، هيدي ما بتجي إلا عن طريق الانفتاح على كل شيء.
وتفهم الإنسان. نعم. تيفهموا للإنسان بده يجاوب معه، تيجاوب معه بيعمل صلة، هالصلة بتقوى، بياخد منه وبيعطي. نعم. علم الإزوتريك مثل ما كمان سبق وأنا قلت إنه مش كتير متعارف عليه يمكن بين الناس. إذا الناس بدهم يتعرفوا أكثر على علم الإزوتريك، ما في جامعة بتعلم هالعلم بلبنان، وين لازم يتعلموا علم الإزوتريك؟ وين لازم يتعرفوا عليه بالأحرى ليقدروا يستفيدوا منه مثل ما حضرتك ذكرت بحياتهم؟ من الخطأ أن نعتقد أن الجامعة تدرس هذا العلم، تعطي مفهوم عن هذا العلم، لأن التدريس خاص في كل إنسان. يعني مركزنا مركز الإزوتريك ما عنده مدرسة، فاتح مدرسة وبيدرس على اللوح وبيكتب لهم وبيشرح لهم، بيعطيهم مثل كور، هالكور هيدا بالبيت بيدرسوه بيطبقوا تمارينه وغير شيء فيه، بصيروا هن يتوصلوا، لأنه ما قضية درس نظري، مجهود شخصي، مجهود شخصي وعمل فردي. عمل فردي متين واستقامي. نعم. استقامي من هالنوع كان الإزوتريك. مدارس الإزوتريك أو الأشياء كلها سوا اللي قدمت الإزوتريك كانت خاصة جدا، لأنه إذا الإنسان ما عنده الانفتاح الداخلي ما بيقدر يمشي. وبالعالم كمان في نفس الخصوصية. نعم. الموجودة بلبنان. نعم. لا كمان في أماكن محصورة، لأنه مش قضية خصوصية بمعنى ممنوع على الآخرين، لا، مفتوح للجميع، بس اللي بحس عنده هو الطاقة والقدرة ليكتسب العلم. ايه اللي بحس يتفضل. نعم. يتفضل من هالنقطة. ومركزكم كمان بهالإطار كمان مفتوح للكل يستقبلهم. نعم نعم نعم. طب إذا بنحكي شوي هلأ أكتر على المركز، مركز الإزوتريك بلبنان والعالم العربي، لنحكي شوي أكتر كمان عن تأسيس هالمركز، كيف كان التجاوب معه من قبل الناس وبداية معرفتهم بهالعلم، قديش تقبلوا قديش رفضوا قديش حسوا يمكن بيتدخل بحياتهم كتير، وشو صلة الوصل بيننا بين بلدنا لبنان والعالم العربي بالنسبة لعلم الإزوتريك؟ مركز الإزوتريك تأسس رسميا موجب علم وخبر للدولة سنة 1988. نعم. طبعا انا بلشت اكتب الكتب قبل هالوقت تأمهد لهالشي تشوف ردات الفعل بين الناس. كان في تجاوب كبير، هيدا اللي دعاني اسس مركز الإزوتريك. المركز عم بيجتمعوا الطلاب بدرسوا، هلا في مؤيدين وفي منتسبين وفي طلاب وفي اشخاص بدهم يصيروا طلاب. يعني الإزوتريك تنظري له بطريقة، هو الوحيد اللي الناس بيدوروا عليه، ما هو بيدور على الطلاب، لأن التلميذ بحاجة للمدرسة مش المدرسة بحاجة للتلميذ. الإنسان بحاجة يتفتح على داخله. هو لازم يدور. هالدوران هيدا بتلاقي الحماس عند الشخص قطع 60-70% من الطريق، بس مش قضية حشرية الإزوتريك، لأنه عمل وشغل ذاتي. مش قضية تسلية لمال أوقات الفراغ، لا، يمكن بتبلش مرات بحشرية، ما هيدي لا شك الإنسان عنده الفضولية موجودة، تنتهي باقتناع عنده فضولية موجودة. من هيك نحن نطلب الإدارة بالإزوتري تطلب من الأشخاص اللي قدموا طلبات، في طلبات كثيرة، اقرأ الكتب وخد وقتك، شهر شهرين ست أشهر سنة، معلش خد وقتك قبل ما تقدم طلب تفهموا الإزوتريك تقتنع فيه، مشان ما تبقى قضية حشرية. سمعوا فينا بالعالم العربي. عملت عدة مقابلات بالتلفزيون السوري، دعوني بالعالم العربي لعدة محاضرات. هلأ عندي دعوة شهر جاي على الأردن كمان، تقريبا بالأردن كل سنة بدعوني محاضرة، اجتماعات ولقاءات صحفية وإلى آخره. الناس عم بيلاقوا هالشي اللي بيختلف عن الشي الغربي بمعنى الإزوتريك. الإزوتريك الغربي اسمه إزوتريك، بس هو 90% أو 95% أو أكثر بمعنى أوكيلت. أوكيلت يعني استحضارات، سحر، جلجلة. الشي اللي مش موجود، الشي اللي مش موجود مش موجود عندنا بالعالم يلي عم بتحاول تقدمه للناس.
كتير اشخاص بيحاولوا يمارسوه عندنا بلبنان تحت اسم باراسيكولوجيا يعني. يعني باراسيكولوجيا حاوي هالأوكيلت. طب هل العلاقة بين السحر او الاشي اللي عم تقول عنها حضرتك، هل هالعلاقة هالقد وطيدة او قريبة بينه وبين الإزوتوريك لحتى عم بيصير هالمزج؟ لا، قضية السحر ما له دخل الإزوتوريك فيها، لا، بس لما الإنسان يكسب طاقات ويتفتح على عقله على كوامنه الداخلية بصير عنده قدرة. هالقدرة هي اللي بتخليه مرات كتير يشرد. الإزوتيريك ما لنه هيك، الإزوتيريك بيشتغل على الوعي. الوعي بيتفتح بحكمة. الحكمة بدها محبة واستقامة. ساعتها لما تتفتح الطاقات صار في فريمات على الإنسان. بمعنى تتفتح الطاقات، حضرتك عندك شغل عم بياخد 3-4 ساعات من وقتك، لما يصير عندك طاقة عقلية صار ياخد نص ساعة نفس الشغل. صار ياخد نص ساعة، كل حياتك تغيرت، صار عندك أوقات فراغ كتير. هيدا اللي بعلمه الإزوتيريك لكل إنسان، يعبي هالفراغات في حياته، بس ما ينغر بالطاقات لأنه هيدي مش درب الإزوتيريك. يعني أي شيء بتفتح على حكمة، بتفتح على وعي، ما بعود يضيع الإنسان. أي شيء بتفتح على حشرية أو بحاولوا يفتحوا على حشرية، مش الحشرية بتفتح دائما، بضيع الإنسان. الإزوتيريك منه هيك. الإزوتيريك في دراسته الأولية بعرف الإنسان على نفسه وعلاقته بالطبيعة وبأخيه الإنسان. إذا ما كان صادق مع الغير ما في يكون صادق مع نفسه. صح. قديه بيمشي بهالطريق قديه بيكسب. نعم. قديه بيلعب بغش قديه بتسكر الطريق، الطريق لحالة بتسكر. الطريق لحالة بتسكر. فإذا الإزوتيريك مش قضية مقدرات ولا قضية تانية أو ثالثة أو رابعة، قضية في مجاهل في الإنسان 90% لا وعي. كيف نعرف نكتشفه؟ شو فيه اللاوعي بس. هل اللاوعي الموجود في الإنسان موجود برا، فنكتشفه بده قدرة عقلية. يعني هاي بمرن الإزوتيريك طالبه كيف يكتسب القدرة العقلية، كيف يكتسب الحكمة، كيف يتوعى أكثر وأكثر، كيف يعرف ماذا يأكل ماذا يشرب شو بده يعمل بحياته. يعني في أنواع كتير من الأكل بتسطل يعني، وفي أكل بيقوي. بكتاب الغذاء إنه كل المجهود مجهود عقلي؟ لا، مش بس مجهود عقلي، مجهود حياتي عملي تطبيقي. هلأ العقل مسير بالعقل والفكر، ايه مسير في العقل، مسير بالعقل، فيك تقولي مسير بالعقل. بس على شرط هالعقل اللي فيه مشاعر بتاخد دور الآخرين، انه انا مش دكتاتور في عقلي. انه الشخص طول بالك يعني اعطيه محبة اعطيه مشاعر، لانه طريق العقل مرات لما ما تصقل بالمشاعر خطرة. وطريق المشاعر لما ما تتبارك بالعقل خطرة. طريقين خطرة. إزوتيريك بعلم قران العقل بالمشاعر تيوصل للحكمة. هون فعليا بنشوف كمان انه كل هالمواضيع حضرتك مضطرها لقلب الكتب. يعني في كتاب بيحكي عن الحب، وكتب مثل ما كنت عم تحكي من شوي كمان بتحكي عن نوعية الطعام. هلا بعد شوي بركي بنحكي كلمة صغيرة عن كل كتاب. بس في شغلة حب اسألها دكتور، انه حضرتك قلت لنا من شوي انه في عدد كبير من المؤيدين من المنتسبين ومن طلاب علم الإزوتوريك بالمركز عندكم، بس هل حدث انه صار في انتقاد سلبي للإزوتوريك؟ هل رفض هالعلم ببداية دخوله للبنان؟ مش رفض متبزيل. اي شيء لما ينظره انسان منغلق التفكير ما بيتناسب مع طموحاته او مع افكاره. عنده طريقين، يا بحب يتعلم جديد يا بيرفض جديد سلبا بدون ما يعرف شو هو. بدون ما يرفض. ليش؟ لانه بشر حاله صغير قدام معرفة تاني، بفضل قول مش موجودة وهيدي غلط مشان ضل حافظ الانا الايجو تبعيته، مشان يضل حافظ انانيته بنفسه. الشخص المنفتح، مرأة ورجال مثل بعضهم، الشخص المنفتح بيقرب على هالشيء ده، بتطلع فيه بيتعرف عليه قبل ما يحكم.
المفروض هيك. مش يحكم لأنه جديد ما بيعرفه أو لأنه سمع بعض الكلمات هزت له إشياء كان مؤسس عليها غلط هو مرتاح فيها. مرتاح فيها هزت له صار يبدأ يحارب. هلا حتى الأشخاص اللي كان عندهم هالموقف تغيروا كتير بالزغطية. يعني بيجي مئات على محاضرات الإزوتريك ويمكن أنجح محاضرات في لبنان والعالم العربي محاضرات الإزوتريك لأنه الإنسان عم بيدور بس ما عم بيعرف كتير ما عم بيعرفه عشو عم بيدوره. لما يشوف الإزوتريك عم بيحكي عن أسباب الأمراض. الطب يعالج نتائج الأمراض. الإزوتريك بقول لك شو سبب المرض وكيف تتوقع ما بعود يجي المرض. الإزوتريك حكى عن أسباب أمراض القلب الخفية اللي أطباء القلب قبلوا فيه كتاب اعرف قلبك لأنه عم بيدوروا على هالأسباب. نفس الشيء حكى عن أسباب أمراض الدماغ التقيلة قبلوا فيه أطباء الدماغ. مقدم الكتاب طبيع بالدماغ وأعصابه بيعمل عمليات بالدماغ 17 سنة صاروا عم بيدور على أشياء لا جواباتها بالكتاب. فإذا الإزوتريك لما أقول إنساني مش قضية مورال، قضية يعالج الإنسان ككل يبعد عنه الأمراض. يعني يعني معرفة الإزوتريك تبعد الأمراض عن الإنسان. منا قضية ذات ونفس فقط لا غير، قضية حياة والحياة تشمل كل شيء طبعا. نعم. طب دكتور إذا فينا نعرف بكلمة صغيرة عن كل كتاب من الموجودين معنا، مع العلم بأنه هدول مش كل المجموعة اللي حضرتك أصدرتها لهلأ، مجموعة بتحوي حوالي 25 كتاب إذا مش غلطانة بالعدد. مزبوط. وهلأ طالع كتاب جديد 26 عن الرجل والمرأة وكيفية المساواة المستقبلية بينهما في مفهوم الإزوتريك. نعم. إذا منبلش بهالكتاب الإزوتريك أو الدرب الباطنية وأهميتها في حياة الإنسان، هالكتاب هيدا بيشرح مبادئ الإزوتريك اللي ما صار الوقت الكافي أحكي فيها. بيشرح المبادئ والأصول والطريق. الطريق تيطلعوا عليه الناس. هلأ حبوا ينتسبوا حبوا يبقوا مؤيدين رجع لهم. هيدا باب معرفي فينا نعتبر باب معرفي، بداية تعريف محاضرات في الإزوتريك. هيدا كمان تكميل المواضيع المختلفة اللي ألقيتهم سنة 89 في لبنان والعالم العربي انجمعوا بكتاب بشرح الخفايا والظواهر وشو هي، وبشرح علاقة الإزوتريك مع كل شيء في الأرض. هالكتاب 100 يوم مع معلم حكيم شو هو؟ هيدا الكتاب اللي كشف السحر الأسود أو السحر عند الآخرين. بمعنى؟ بمعنى إنه الإنسان طريق، هو طريق الإنسان وماشي على طريق والطريق في داخله كيف بيمشي وكيف تتفتح الطاقات بحكمة وبوعي. معلم عم بدرس تلاميذه على الوعي وعلى الحكمة وعلى المشاعر، أهمية المشاعر وأهمية العقل وتفتح الطاقة، وعمل بعض الظواهر قدام التلاميذ وقدروا يعملوا. ننتقل لعلم الألوان. هالكتاب او شو علاقه علم الالوان؟ الالوان بمعنى الاشعه اللونيه الكونيه والانسانيه. الانسان مكون مثل ما سبق قلنا من اجهزه وعي خفيه في داخله. كل جهاز مجموع بعده الوان تنعكس جميعها في الاورا او في الحقل المغناطيسي حول الانسان. من هالنقطه اللي قادر يستطيع ان يرى الاورا يستطيع أن يشخص الأمراض والنبوغ في الإنسان عن طريق الحقل الملون اللي شايفتيه بالكتاب. هذا الكتاب يعطينا لكن هالمعلومات. ننتقل هلأ لغذاء الجسد متى يكون تغذية للنفس. هذا آخر كتاب كتبته وهذا اللي بيثبت. هذا بتصور كمان كتير بياخد اهتمام من الناس لأنه الكل بهمهم الغذاء، خاصة انه صار في توعية كتير كبيرة على نوعية الغذاء الافضل للجسم. ايوه هيدا الكتاب اللي اخذوه النساء اكثر من الرجال لانه في رجيم في كمان. طريقة صحة في طريقة صحة كيف يتبع الانسان وكيف يلاحظ نتائجه. والكتاب هيدا
في كل المغذيات أنواع المغذيات وأي الكمية الكبيرة فيها من الفيتامينات والبروتين والعناصر المعدنية. نعم. وكيفية تناول الطعام ومتى، لأن الوقت تأثر كمان. يعني كل ما تكون الوجبة المسائية قبل غروب الشمس كل ما كانت أحسن بكتير، لأن الطاقة الداخلية في الإنسان لا تعمل بعد الغروب، بتصير الطاقة الداخلية تصرف، هالبطارية عم تصرف من حالة. الشمس ضرورية للإنسان، بتكون عبت من الشمس، من الشمس تبعيتها. ايه هالكتاب بيعلم الطرق والأوقات اللازمة. يعني بكتاب علم الأرقام وسر الصفر بالساعة شو معنات هالإشياء، كل ساعة شو بتحمل معاني صعب يفهموها الناس. هلأ وهيدا السر بالإزوتريك، عم بيقدم إشياء جديدة للناس وهي مش جديدة. يعني جوزيف مجدلاني نفسه ما قدم شي جديد، عم بيعرف الإنسان على نفسه وشو حاول نفسه. نعم. منكمل مع المجموعة اللي معنا اليوم، العودة إلى التجسد واقع أم وهم؟ هيدا الكتاب أو الكتيب عن شو بيحكي؟ كتيب. هيدا عن ثلاث محاضرات ألقيتهم في الإذاعات والتلفزيون، تكلمت عنهم، عن هالشيء إنه هل يحق للإنسان، هل يعود إلى الحياة مرة ثانية وكيف يعود؟ نعم. حوار في الإزوتوريك. 50 سؤال حياتي وفلسفي وفيزيائي وعملي وتطبيقي بكل شيء مع رجال الإزوتريك، كل واحد جواب. 50 سؤال وجواب، بيشرح الأبعاد اللي الفلسفة مرات تحط علامات استفهام حولها. رجال الإزوتريك يعني مين؟ يعني معلمين الإزوتريك. المتمرسين في المعرفة. بلبنان ولا بالعالم؟ لا بكل مطرح. بلبنان وبالعالم. عاد ليخبر. إيه؟ هذا الكتاب. سبب الشقاء وسبب السعادة في الإنسان. مين اللي عاد ليخبر؟ هو شخص عم بخبرنا عن طريق معلم حكيم أتى عادة من الحياة ليخبرنا عن أسرار الحياة. بقصة رواية. بإطار رواية. بإطار رواية. همس الحب. همس الحب هو الحب في معنى الإزوتيريك، كيف يتمم بين الرجل والمرأة. كتاب شعر، ديوان شعر هيدا. ببلش من الجسد وبنتي في أبعاد ما وراء الجسد. في كلام شاعري بين اثنين. هي بتحكي هو بجاوبها. هي بتجاوب هو بيسألها. رحلة في مجاهل الدماغ البشري، هذا الكتاب يلي حضرتك كنت عم تذكر من شوي انه. نعم. كمان اعطى معلومات عن اسباب الامراض. اعطى معلومات عن اسباب امراض الدماغ الخفية وشو في بالدماغ. شو في بالدماغ، ومقدمه طبيب دماغ جراح مشهور دكتور إيميل أبو حبيب. نعم. وبتقديمه حكى إنه في إشي كتير هو كطبيب قادر يعرفها، وافتكرني إنه أنا طبيب دماغ تحت غير اسم، قلت له ماني طبيب دماغ. ومقدمه دكتور بعلم النفس كمان يشوف علاقة هالإشي مع بعضها. نعم. اثنين دكاترة مقدمين الكتاب، وهيدا الكتاب أفاد كتير ناس. كتير أفادوا هذا الكتاب. مناجاة القلب والوعي. أفكار في خضم الحياة، كيف يستطيع الإنسان أن يحصل على السعادة ويبتعد عن الشقاء ويتأمل في الحياة والكون والطبيعة انطلاقا من ذاته. يعني هذا بيقرب التواصل مع كل شيء. هون عنا الإزوتوريك، علم المعرفة ومعرفة العلم. هذا الكتاب كان تحدي عادة لما كتبته، تحدي مع رجال العلم انه علم المعرفة، قلت انه الازوتيريك هو علم المعرفة. علم المعرفة بمعنى المعرفة في الاصل معرفة، العلم صارت كلاسيفيكيشن اي تصنيف المعرفة، ما طبق في المختبر صار معرفة. هذا بيشرح الذي طبق والذي لم يطبق وما مستقبل الإنسان في هذا الخضم الواسع. وقايل بالمقدمة تبعيته، العلم لا يطور نفسه بل يطور الوسائل التي بها يتعرف إلى المعرفة.
يعني المعرفة هي الأصل، والمعرفة كامنة في داخل الإنسان، وإلا لما قيل أعرف نفسك. إنها بمطلق تشرح الأمور. نعم. الكتاب الأخير اللي معنا اليوم هو الإيزوتوريك يثقف ملكا، مع التذكير أنه هيدول مش كل المجموعة، أنه في مجموعة بعد لتكمل عدد 25، وينتظر هلأ العدد 26 يلي رح يصدر لألك كمان دكتور. نعم. الإيزوتوريك يثقف ملكا، لأنه كان الإيزوتوريك في الزمان علم الملوك والأعيان، كانوا الملوك يدرسوه خاص جدا. كان هيدي كيف كانوا الملوك يدرسوه، كيف كانوا يدرسوه بالقصور تبعولهم، وكيف أهله ولي العهد يكون ملك صالح عادل ديمقراطي. نعم. باقي الكتب اللي بالفعل خالصين من المكتبات، والبعض منهم طبع 4-5 مرات أكثر. وعم يعني الترحيب بالإزوتيريك بالعالم العربي كتير حلو، لأن الناس عم بلاقوا شيء جديد. نعم. برهان على هيك الكتب. نعم. هول الكتب موجودين بالمكتبات؟ الكتب موجودين بالمكتبات الكبرى، يعني مكتبة أنطوان، مكتبة علم، موجودين بالمكتبات الكبرى. نعم. طب السؤال اللي بيطرح نفسه هون، انه هل ممكن نتعرف على علم الإيزوتوريك فقط بقراءة هالكتب؟ ايه؟ يعني فينا نكتفي بدون توجه لأي مركز؟ ايه فيك تتعرفي طبعا عن طريق الكتب، بس اذا بدك شيء اكتر بدك تسألي اكتر. هلا انا بكل كتاب عم بقدر اعطي اكتر واكتر واكتر أكثر وأكثر، بس الشغل الداخلي المركز يعطيك التطبيق العملي. الكتب معطيك الخارطة. المركز بيعطيك الطريق اللي تمشي على الخارطة تتوصلي. هلا كل كتاب معطي خارطة شكل. يعني معناته يعني كل شيء له أهميته فينا نعتبر. كل شيء، لأنه الإنسان لما ننظر الإنسان هو نقطة البكار، هو المحور، هو كل شيء. كل هالكتب الموجودين واللي مش موجودين واللي طبعوا عدة مرات يدور يتمحور حول الإنسان. وهيدا الأساس والسعادة في الإنسان. يعني نحن نتأمل أكيد كل شيء بيقدم السعادة، والسعادة اللي على طريق الخير والاستقامة مثل ما حضرتك قلت. نتأمل أن العالم يتعرف عليه أكثر، بركي بيصير عنا عالم من السلام والاستقامة كمان. نرجع منشدد على هالكلمة، السلام يبدأ من النفس، من الذات، من الداخل. لما يصير عنا هالسلام ما عاد الإنسان في حرب مع أخو الإنسان، مع جاره، مع كل الناس. وهيدا الإزوتيريك إحدى مبادئه بالطريقة هذه. دكتور مجدلين، نحن بدنا نشكرك لوجودك معنا اليوم، ونقول لك أهلا وسهلا فيك بالنيو تي في. أنا بشكر نيو تي في، وبشكر هالمناسبة الحلوة، وبشكر تعريفي للشباب المصور والمخرج والجميع. بشكركم دائما، ونحن في أتم الاستعداد لتقديم المعرفة. شكرا لك، وأهلا وسهلا فيك كمان مرة. شكرا إليك. مشاهدينا بعدنا معكم، ودايما عبر شاشة نيو تي في.